الجزء التكنيكال ان انا ابقى بطلع نتيجه احسن بالتول بتاعتي او ان باسم احسن او كده، دي حاجه بتيجي بالوقت وبالممارسه ووقت كتير جدا، ومش بس شغل لا، فعلا اقعد اذاكر مع نفسي واسمع مع نفسي وكده. حلو. والجزء التاني الكريتيف بيجي من اطلاع، ان انا بتفرج على فيديوز كتير، بتفرج على افلام كتير، ايه اللي بيحصل في الدنيا، بقعد على الناس الترندز بالظبط ايه اللي بيحصل، فان انا اقعد مع حد اكبر مني او افهم اكتر مني فينصحني على ان انا المفروض افكر في كذا او ما اعملش كذا او اعمل كذا. فدي كل حاجه بتبني بالوقت يعني. حلو.